احنا لماذا لا نتذوق؟ لماذا لا نفهم؟ لماذا لا نتدبر؟ لماذا لا نقرأ؟ الجواب: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يحتاج إلى قراءة، ويحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى تفكير. أغلب الشباب لا يعرفون معاني الآيات. الآن افتحوا القرآن في أي صفحة من الصفحات، معاني الآيات مجهولة، المعنى حتى المعنى تحت اللفظي، المعنى الإجمالي مجهول. هذه الأمانة التي الله سبحانه وتعالى جعلها بأيدينا هالشكل متروكة، معانيها غير مفهومة، قراءتها متروكة، وكل شيء فيها متروك. حقيقة هذا الشيء يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى رعاية. واحد من الأشخاص المؤمنين، هذا كان مسلوب توفيق قراءة القرآن، ما كان يوفق، وحقيقة هذا سلب للتوفيق، أنه واحد لا يقرأ القرآن، لا يفهم معاني الآيات، لا يفهم عظمة هذا القرآن، هذا النوع من سلب التوفيق. في بعض الأحيان كان يصمم أن يقرأ، ثم كان يعرض عن ذلك، ما كان يقرأ. سألوه في يوم من الأيام: ليش أنت هالشكل؟ ليش أنت مسلوب التوفيق؟ قال: في الواقع أنا عندي قضية، وهذه القضية أنه كان عندي مصحف جميل لطيف دائما كان معي. في يوم من الأيام ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، ذهبت إلى الحج، كنت في الكعبة أو في البيت الحرام قاعد، وكان بجنبي شخص. رأيت هذا الشخص، شفت أنه عنده كتاب لطيف حلو، أخذت منه هذا الكتاب، شفت أنه ديوان شعر، شعر جدا لطيف. فقلت له: بعني هذا الكتاب. قال: ما أبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب أنا ما أبيع. فأصررت عليه، قال: أنا ما أبيع. أصررت عليه، قال: ما يخالف، بشرط أن تعاوض هذا القرآن بهذا الديوان، تعطيني قرآنك وأنا أعطيك ديواني. يقول: أنا لحظة ترددت، أعطي كتاب الله سبحانه وتعالى في مقابل ديوان شعر؟ ترددت لحظة، ثم الشيطان غلبني، قلت: ما يخالف، أعطيته القرآن وأخذت الديوان. يقول: من تلك اللحظة سلبت توفيق قراءة القرآن، بعد ما عندي توفيق. الإنسان إذا أعرض، إذا فضل هذا الكتاب وهذه المجلة وهذه الجريدة على كتاب الله، أقرأ القرآن أو أقرأ هذه الجريدة؟ القديم آباءنا أجدادنا أول ما كانوا يفتتحون به الصباح بعد صلاة الصبح والتعقيبات، كانوا يفتتحون الصبح بقراءة القرآن. إذا واحد فضل الكتاب والجريدة والمجلة والأفلام على كتاب الله، هذا معناه أن الله يسلب منه التوفيق، وربما لا يعود إليه ذلك التوفيق أبدا. أقرأ بعض الروايات الواردة حول كتاب الله وحول جوانب من كتاب الله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: القرآن عهد الله إلى خلقه، وينبغي للمؤمن أن ينظر في عهد الله
وأن يقرأ فيه في كل يوم 50 آية على الأقل، واحد في اليوم يحاول أن يقرأ 50 آية من كتاب الله. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يدعى المؤمن للحساب في يوم القيامة فيقدم القرآن أمامه في أحسن صورة. القرآن يأتي متمثل في صورة شاب لطيف كما ورد في بعض الروايات الأخرى، فيقول: يا رب، أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. يتعب نفسه، يعني يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يتعب، وحتى عندما يتعب جسديا لا يتعب روحيا، يواصل القراءة ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا هجد. عندما ينام في الفراش يتذكر آيات القرآن ويقرأ آيات القرآن وتفيض عيناه تفاعلا مع كتاب الله. فأرضه كما أرضاني، القرآن مو راضي عن بعض الأفراد وراض عن بعض الأفراد. فأرضه كما أرضاني، كما أرضاني في الدنيا فأرضه في الآخرة. فيقول العزيز الجبار الله سبحانه وتعالى: عبدي أبسط يمينك، فيبسط يمينه فيملأها من رضوان الله، ورضوان الله أفضل شيء للمؤمن، ورضوان من الله أكبر، أكبر نعم الدنيا والآخرة هي رضوان الله تعالى. فيملأها من رضوان الله، ويملأ شماله من رحمة الله. رضوان الله شيء ورحمة الله شيء آخر. رحمة الله ثواب الله، عطاء الله، ولكن رضوان الله فوق ذلك. فيملأ يمينه من رضوان الله، ويملأ شماله من رحمة الله. ثم يقال له: هذه الجنة مباحة لك، فاقرأ واصعد. فكلما قرأ آية صعد درجة. الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استمع آية من القرآن. هذا الشيء اللي مو موجود غالبا عندنا، في الفواتح القرآن يقرأ وأحد يتحدث مع الآخر، هذا ربما يكون هتكا لكلام الله، ربما يكون عدم احترام لكلام الله. من استمع آية من القرآن، أن يستمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، خير له من تبير ذهبا. تبير جبل عظيم في اليمن كما يقولون. استماع آية من آيات الله أفضل من ملء هذا الجبل ذهبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم.